بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبيت تعمل شغل، حبيت تعمل مقالة، تصنع محتوى، تعمل اي حاجة، بتحتاج ايه؟ بتحتاج حاجات تساعدك، ادوات تساعدك، زي مثلا شات جي بي تي. شات جي بي تي النهاردة اصبح بفلوس. لازم ننوه في الحلقة بتاعت النهاردة دي عن حاجات اللي هي بفلوس والحاجات اللي هي مجانا. اول حاجة بفلوس عندنا لازم تدفع، تمام؟ شات جي بي تي. طب ولو احتجت مثلا حاجة مثلا يعني اصعب واحسن وافضل، مثلا هتبقى مثلا جيميني. جيميني هيكون مجانا، ودي الميزة اللي عايز اقولها لك. يبقى احنا عندنا اول واحد مدفوع والتاني مجانا، ثالث واحد هيكون مدفوع اللي هي مات جيرمني، وعلى فكره في امكانيات كويسه جدا جدا جدا، تمام؟ اما المجاني هيكون مثلا دالسي مثلا. لازم تعرف يا صاحبي الفرق بينهم بس عشان ايه تكون عمليه واضحه بالنسبه لك. طيب ندخل بعد كده على سنتسيا، تمام؟ سنتسيا ده من الحاجات اللي هي بتكون مدفوعه، لكن لو انت عايز مثلا حاجه مجانا عندك انفيديو مثلا، ده اي حاجه ممتازه جدا، تمام؟ انت لازم تكون مركز برضو عليها. لو انت عايز حاجة مثلا تكون مدفوعة برضو وعاملة شغل حلو قوي، مثلا كانفا في امكانيات عالية جدا، وعملت فيديو فيه قبل كده، وانتوا عارفين طبعا الفيديوهات اللي عملتها بكانفا قبل كده وكانت مدفوعة الاجر بصراحة يعني، تمام؟ لكن احنا لو جينا هنا مثلا عايزين حاجة تكون مجانا، ندخل على مثلا مايكروسوفت ديزاين. طب لو مثلا عايزين نعمل بس في شغل حلو قوي مجانا وفي شغل حلو يعني، طب بالنسبة للرايتلي مثلا AI، رايتلي AI مدفوع بس حلو، في شغل حلو برضه كمان. طيب بالنسبه لهنا، لان احنا يعني عايز اقول لك مثلا الحاجات المدفوعه مش لازم شرط يكون فيها حاجات مثلا حلوه قوي، بس برضه فيها شغل جميل يعني. عندك هنا كوبي اي ده مجانا في شغل حلو، عندك هنا ادوبي مثلا فوتوشوب ده مثلا يعني فلوس بس حلو مش وحش يعني مدفوع. تعال هنا مثلا ده يكون مجاني، الفوتو بي اي دي تمام، ده يكون مثلا مجانا. تعال مثلا مدفوع بس في امكانيات حلوه قوي، دروب بيل تمام، ده حلو جدا وفي امكانيات عاليه جدا. وبرده لو انت عايز حاجه مثلا مجانا تين ويب، الحاجات اللي بعرضها لك دي كلها انا جمعتها لك عشان يا صاحبي لو انت عايز تشغل حاجه مدفوعه مجانا مدفوعه مجانا مدفوعه مجانا مدفوعه او مجانا بعدها لك كلها مدفوعه مجانا مدفوعه مجانا مدفوعه، وبرده زياده تكون مجانا. الامكانيات موجوده في المدفوعه بتكون اكتر شويه عن تجربه في المجاني. المجاني مش مجاني يعني قوي، بس ممكن تدخل تلاقي حاجات مجاني وحاجات ايه مدفوعه. خد بالك يا صاحبي وانت بتعمل محتوى او بتعمل اي شغل انت عايزه او يعجبك على النت، عشان في حاجات من ده على ده وانت على ليك تختار حسب امكانيات شغلك. شكرا لكم وربنا يوفقكم.